أوديولابي، شارك المعرفة. أوديولابي تقدم 12 طريقة لتهدئ عقلك المفرط النشاط. مرحبا بكم أيها الرائعون في مقال صوتي جديد. بداية، ادعم قناة أوديولابي بالضغط على زر لايك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديدنا. هل سبق لك أن أعددت الفراش وأنت تحاول النوم بينما يتدفق تيار مستمر من الأفكار إلى ذهنك؟ هل تفكر في الأفكار العشوائية طوال اليوم؟ وفقاً لقانون الجذب، سوف تتلقى ما يشغل عقلك. إذا كانت الأفكار العشوائية تطغى على عقلك، فهذا ما ستجذبه إلى حياتك. نعرض عليكم هنا 12 طريقة لتهدئة العقل الزائد النشاط. ولكن قبل أن نكمل وفي هذا السياق، ندعوكم للاستماع إلى الحزمة الكاملة من برمج عقلك على الثقة بالنفس. 7 ملفات لتوكيدات إيجابية لـ7 أسابيع. حمل حزمتك عبر الرابط الذي سيظهر الآن. أولاً، القضاء على الفوضى. ما هي موضوعات أفكارك المفرطة؟ ترتبط العديد من هذه الأفكار بقضايا المال. ربما حان الوقت لتغيير الوظائف أو العثور على وظيفة تحبها حقاً. أسهل طريقة لتحديد هذا هي أن تسأل نفسك: إذا لم يكن المال موجوداً، فماذا أفعل بحياتي؟ ستقوم في النهاية بعمل شيء تحب القيام به، حتى إذا كان ذلك يعني العمل في وظيفة تكرهها أثناء القيام بهذا النشاط الجانبي الجديد. ثانياً، التوقف عن مشاهدة التلفاز. يعد التلفاز أكبر شكل من أشكال التحكم بالعقل، ويلعب دوراً كبيراً فيما نفكر به وكيفية تصور الحياة. يتم التلاعب بكامل عملية التفكير الخاصة بك، ما يجب عليك ارتداؤه، ما تستمع إليه، وما تأكله. إذا واصلت مشاهدة التلفاز، فستستمر في شراء إحساس زائف بالواقع. ثالثاً، التأمل. أحد أكبر الأعذار التي سيعطيها الناس عن سبب عدم تأملهم هو أنهم لا يملكون الوقت. ما تقوله بعض الإحصائيات هو أن الناس يفضلون أن يبرمجوا عبر التلفاز أكثر من زيارتهم للأصدقاء أو الجيران، كما تقول أن الناس يفضلون أن يكونوا مبرمجين بطريقة سلبية بدلا من استخدام ذلك الوقت بشكل بناء والتأمل أو الاستماع للتوكيدات. رابعا، التخلص من الإيغو أو الأنا. سيعيش العديد من الناس حياتهم كلها وهم لا يعرفون أبدا من هم حقا، أثناء تظاهرهم بأنهم ما يتوقعه المجتمع منهم. مرة أخرى، يتم تعزيز هذه الأفكار غير العقلانية من قبل وسائل الإعلام الرئيسية. في نهاية المطاف، نحن كائنات روحية تمتلك خبرة جسدية، وأجسادنا هي مجرد ممرات لأرواحنا. بمجرد أن تبدأ في قبول هذا المفهوم، سوف تبدأ بعد ذلك في إدراك مدى ارتباطنا جميعاً. من الطرق الجيدة لتعلم كيفية إزالة الأنا هو ممارسة التعاطف من خلال تصور كيف يشعر الآخرون. خامساً، جسمك هو المعبد الخاص بك. النظم الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكافيين قد تؤثر على عمليات التفكير الخاصة بك. كن على وعي بما تأكله وتشربه، لأن كل هذا يلعب على مستوى اهتزازي وسيؤثر بدوره على طريقة تفكيرك. سيخبرك جسمك دائما عندما يكون غير متناغم، لذا استمع إليه. سادسا، ممارسة الرياضة. يقولون إن الجسم سليم في العقل سليم، لذلك إذا كنت قادرا جسديا، فابحث عن طرق لدمج تمارين في روتينك اليومي. سابعا، وقت للهروب. في يوم فراغك، تعرف على كيفية الهروب من الوقت. يحافظ الوقت على حصرنا في أسبوع العمل، لذا في يوم إجازتك لا تنظر إلى هاتفك الخلوي ولا تشاهد التلفاز، واهرب من أي أنشطة لهذا اليوم. حاول ألا تضع أي قيود زمنية على أنشطة هذا اليوم المحدد. اكتشف بقية النقاط عبر مدونة أوديولابي عبر الرابط الذي سيظهر الآن. شاهد أيضا وتابعنا على ساوند كلاود وفيسبوك.